لا بد بداية بأمس حضرة قضية مهمة جدا في التغيير جدا وعلى درجة كبيرة من الأهمية. نحن في هذا البلد وننتمي إلى مجال حضاري عام يسمى العالم الإسلامي، هذه قضية أولى. هذا الانتماء والمنتمون يسمون مسلمين، هؤلاء المسلمين يتقاسمون قناعة مفادها أننا بشر ميتون، أولا مخلوقون لله سبحانه وتعالى وميتون ومقبورون ومبعوثون ومحاسبون ومجزيون على أعمالنا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذه قناعة يتقاسمها ما يقرب من 1.5 مليار من البشر يسمون مسلمين. هذه قناعة، هذه القناعة لا قيمة لها في الواقع إذا لم تترجم إلى أعمال، إذا لم تستوطن البناء القلبي والنفسي والكيان الإنسان. المسألة مهمة جدا لأنها هي مهدة لتصور العمل السياسي. العمل السياسي ليس مجرد متعة، ليس مجرد طرف فكري، ليس مجرد حب طلاع، ليس هدف، بل هو وسيلة. وهنا نعرج على معنى السياسة. السياسة بكل بساطة كما عرفها علماؤنا هي القيام على الأمر بما يصلح، هذه السياسة. ولذلك تعبيد الطرقات وإنقاذها من الحفر هو سياسة، هو سياسة القيام على الأمر بما يصلحه. هناك سياسة النفوس، التوبة من المعصية، التوبة من المعاصي، هذا هو من السياسة، القيام على الأمر بما يصلحه. فهو جوهر فكرة السياسة وجوهر فكرة التغيير، والمرتكز الأساس للتغيير هو النفس. لذلك الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وجميع الحضارات في العالم وجميع الدول وجميع البلدان، الكنز الذي عندها والثروة التي لا تنضم هو الإنسان، ومن أفلح في استثمار هذه الثروة هو الذي تقدم. ولذلك أوروبا دشنت نهضتها وثورتها الصناعية على الأنسنة، لأن الدين بمفهومهم قتل على الإنسان عندما أخضعه لمطالب روحية فقط، وصور المرأة كأنها كيان شيطاني فقط، وتجاهلت المطالب المادية للإنسان، تجاهلت المطالب المادية للإنسان جملة وتفصيلا. فكان رد الفعل المعاكس وهو ترك الدين جملة وتفصيلا. مع الأسف هذا السياق التاريخي الذي لم نعيشه نحن في مجتمعنا الإسلامي وفي عالمنا الإسلامي، حيث كان التوافق ظاهرا بين الإيمان والعلم، بين العمل، بين الإيمان والعمل الصالح، لم يكن هناك تنافر. نعم هناك ظواهر شادة، هناك ظواهر معزولة، لأننا لم نكن نتعامل مع مجتمع ملائكي، وإنما كنا نتعامل مع مجتمع يحاول أن يقارب الصواب والسداد والرشاد بحيث يغلب خيره على شره فقط. فهمنا؟ إذا نقطة الارتكاز في التغيير هو الإنسان. وأحسب أن جماعة العدل والإحسان تقدم مشروعها للناس انطلاقا من هذه القاعدة، ولذلك فالعدل والإحسان ليس مجرد شعار بقدر ما يلخص برنامج العمل. فالشق العدلي يتعلق بالمطالب المادية للإنسان من حيث حقوق السكن والتعليم والصحة، مطالب مادية. ولكن الإحسان هو ذلك
ذلك الشوق الذي يستوطن البناء النفسي للإنسان للملأ الأعلى، للقرب من الله سبحانه وتعالى، لكي يكون مسلما حقا وليس مسلما منافقا.